طبعا هذا الملخص يأتي بعد أن قام معالي الشيخ رئيس الجهاز الموقر بإرسال برفع التقرير السنوي لعام 2022 إلى مقام مولانا جلالة السلطان المعظم، ونسخ من ذلك التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى ومجلس الدولة، وهذا حقيقة يأتي امتثالا لحكم المادة 66 من النظام الأساسي للدولة. طبعا المنهجية التي اشتغل عليها الجهاز منهجية كانت واضحة من خلال استراتيجية عمله ومن خلال خطة الفحص التي يمارسها. طبعا خلال خطة الفحص لعام 2022 قدم جهاز الرقابة 181 مهمة رقابية، ونتج عن هذه المهام الرقابية ما يقارب 147 تقرير رقابي، وأبلغت نتائج هذا التقرير إلى مختلف الوحدات. طبعا الملخص مثل ما عرض يعني يشتمل على الملاحظات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك بالملاحظات الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات. فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بملخص المجتمع، طبعا احنا يمكن المجتمع سيطلع على هذا الملخص بالتفاصيل، ولكن متاح الآن نسخة إلكترونية على الموقع، متاح نسخة إلكترونية متوفرة في موقع الجهاز، ممكن تنزيلها والاطلاع عليها. والذي أضيف في هذا الملخص الآن حقيقة ذكر لمستوى تنفيذ التوصيات، لأول مرة حقيقة نذكر مستوى تنفيذ التوصيات خلال العامين المصرمين. هذا ما استجد في هذه النسخة الآن، هذا ما استجد في هذه النسخة الثالثة، الثالثة. وكذلك لأول مرة أيضا يتم إضافة موضوع الشكاوى والبلاغات على حسب الجهات التي وردت إليها. طبعا احنا وصل عدد الشكاوى والبلاغات 587 شكوى وبلاغ خلال عام 2022، وذكرنا حقيقة أكثر الجهات التي وردت بشأنها هذه الشكاوى والبلاغات، وهي موجودة حقيقة في الملخص هذا. يمكن أشار الزملاء في التقارير السابقة لمجموعة من المخالفات البلاغات التي تلقاها الجهاز، ولكن هناك حديث الآن عن تحصيل واسترداد أكثر أو قرابة من 98 مليون ريال عماني، نتحدث بشيء من التفصيل عن هذا الجهاز. هو فيما يتعلق حقيقة هذا جزء من القيمة المضافة لعمل الجهاز، يعني تم تحصيل واسترداد ما يقارب 97.8 مليون ريال عماني خلال العام 2022، وعام 2021 جزء من هذه المبالغ كانت في عام 2021، وتم تحصيل هذه المبالغ، ولذلك يعني تم ذكرها في هذا التقرير. أيضا حقيقة جزء من القيمة المضافة التي ممكن أن نذكرها حقيقة فيما يتعلق بالعمل تحقيق منظومة الرقابة الإدارية، ومن خلال تعزيز إعلاء مبدأ المشروعية وتعديل حقيقة بعض التشريعات التي حدثت، وهذا حقيقة جزء كان مهم من نشاط الجهاز خلال الفترة الماضية. أيضا هناك تعزيز حقيقة لمنظومة الردع العام والردع الخاص فيما يتعلق بالقضايا، باشر الجهاز حقيقة مجموعة من القضايا وصل عددها 113 قضية خلال عام 2022، طبعا بعض منها صدرت فيها أحكام قضائية وفي المحاكم، وبعض منها ما زال منظور عند الداعي العام، وجزء منها أيضا موجود لدى جهاز الرقابة في البحث، مزيد من البحث والتحري بشأنه. أشرت لنقطة في غاية الأهمية وهي تعزيز منظومة الردع، إذا دعنا نستعرض بعض الأمثلة أو بعض الأحكام التي صدرت ضد لربما أفراد أو جهات بدون ذكر لربما الأسماء والجهات، ولكن بشكل عام. طبعا هي مجموعة الأحكام القضايا اللي صدرت خلال القضايا التي وذكرت منها أمثلة في ملخص المجتمع، ممكن الاطلاع على هذه الأمثلة. وحقيقة هناك مجموعة من الجرائم التي نتجت من خلال تلك القضايا، كجرائم غسل الأموال وجرائم التعدي على الوظيفة العامة وجرائم الرشوة والاختلاس والتزوير المعلوماتي وغيرها حقيقة من الجرائم التي تم ارتكابها من قبل بعض الموظفين. طبعا صدرت عقوبات، وحقيقة العقوبات يعني تتفاوت ما بين السجن والغرامة واسترداد الأموال والعزل. وحقيقة لو اطلعنا على مجمل ما ذكر في ملخص المجتمع من القضايا يصل إجمالي الأحكام التي صدرت من غرامات ما يقارب 400 وأكثر من 420 ألف ريال عماني. من الجميل أيضا في هذه النسخة، أنا لدي هنا النسخة الورقية لكن هي متاحة كنسخة إلكترونية على الموقع، أنها ذكرت أيضا حتى بعض الجهات الحكومية بالاسم. صحيح. التي وردت إليكم كوردت الشكاوى يعني طبعا كثيرة احنا حقيقة عليها. جزء من نشاط الأشكال حقيقة على المجتمع لأنه ساهم معنا بشكل كبير فيما يتعلق بإبلاغ جهاز الرقابة عن وجود أي يعني مخالفات مرتبطة أو تعدي على المال العام. فحقيقة الشكاوى والبلاغات كثير ما يعني تفيد جهاز الرقابة في الوصول لهذه المعلومات. نحن نتعاون أيضا في إرسال هذه الشكاوى والبلاغات إلى الجهات والتحري والتحقق من صحة هذه البيانات،
والتعاون من أجل أيضا تعزيز منظومة النزاهة في داخل هذه المؤسسات. نعود للحديث عن نقطة مهمة هي أيضا مسألة تنفيذ التوصيات التي خرجتم بها في النسخة السابقة، ما مدى تعاون الجهات المختلفة في هذا الجانب؟ طبعا هناك في تعاون قائم ما بين جهاز الرقابة وما بين مختلف الأطراف ذات العلاقة في موضوع تنفيذ التوصيات. بعض التوصيات حقيقة الجهات متجاوبة في تنفيذها، بعض التوصيات حقيقة نحن نسعى إلى إقامة اجتماعات مشتركة ما بين الجهة وما بين الجهات الأخرى من أجل تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، وبعض حقيقة يحتاج إلى وقت من أجل التنفيذ نظرا لارتباطها أحيانا ببعض الالتزامات المالية أو بعض الإجراءات الإدارية التي لابد من القيام بها. طيب دعنا الآن في سؤال نوجه أيضا، نكرر هذه الدعوات المتتالية للمجتمع أيضا وللمؤسسات كافة للتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للإبلاغ عن أي احتمال ربما لوجود مخالفة أو تجاوز. هو حقيقة الشيء بالشيء يذكر، نحن في الفترة الماضية جهاز أطلق خطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وهذه الخطة حقيقة فيها من التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، مع الأطراف القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، مع جميع الأفراد، ونسعى في الحقيقة من خلال هذه الخطة الوطنية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل تعزيز مفهوم النزاهة في مؤسسات الدولة المختلفة. بارك الله فيك، كل الشكر لك الفاضل شبيب بن ناصر البوسعيدي، مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كل الشكر لك. العفو.